عايز اعرف بقى انت شايف ازاي مشوارك من ساعه لما بدات في النادي الاهلي، من ساعه الناشئين ولحد لما كمان انضميت للفريق الاول في شهر نوفمبر 2020. هو انا بصراحه يعني انا بالنسبه لي انا مبسوط جدا، لان انا تعبت الفتره اللي فاتت كتير. بدات من الصفر، طلعت من ناشئين النادي الاهلي، خدتها مرحله. انا بدات من وانا بره السكور في الفرقه خالص، بدات واحده واحده، بدات ان انا ادخل السكور، بدات ده الكلام ده في الناشئين، بدات ان انا العب اساسي، ثبت رجلي. خلال السنتين اللي فاتوا دول بدات اتعرف اكتر، فخدتها واحده واحده يعني، والحمد لله ربنا كرمني يعني. بالنسبه للمشوار انا لسه 19 سنه، لسه بالنسبه لي انا مش مبسوط، لان انا لسه ما عملتش اي حاجه في حياتي ولا عملت حاجه تحطني في مكان عاليه، فبسعى لده خلال الفتره اللي جايه وربنا يكرمني يعني ان شاء الله. دايما طبعا يعني اي ناشئ بيبقى حلم ليه ان هو ينضم للفريق الاول، بيبقى فيه نجوم كتير، ففكره انك انت برضو تنضم للفريق الاول ويعني اول دخولك برضو مع النجوم الكبار اللي كانوا موجودين في الفريق، وكمان خاصه ان انت بتلعب في مركز غير مركزك، يعني انت اصلا بتلعب في خط وسط وانت بتلعب باك ليفت، فيعني الموضوع ده عامل معاك ايه؟ ما بالظبط زي ما انت ما بتقولي، احنا في مكان اي حد يحلم يكون موجود فيه يعني. النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا والشرق الاوسط، فدي اكيد بتحط عليا ضغط ان انا لاعب ناشئ، ربنا كرمني وحطني في مكانه كويسه، دي بتحط اكيد عليا ضغط، وان انا اكون كويس، ان انا دايما اطور من نفسي، فده اللي انا بحاول اعمله وده اللي انا بحاول اسعى له. النقطة التانية ان انا بلعب في مركز غير مركزي، ده كان ظروف اتحطيت فيها، فده الواقع وده الاكيد لازم اسعى له، ان انا اكون جاهز في اي وقت ان انا العب في اي مكان، وده اللي احنا متعودين عليه من صغرنا هنا في النادي الاهلي، والحمد لله ربنا يعني كرمني وقدرت اكون ظهرت بشكل كويس يعني الحمد لله.